اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في العالمين، إنك حميد مجيد. هنا طبعا البنات بديت بالتغذية ديالي، توجهت للسوبر مارشي وخديت منه، لقيت هاد القطع فواكه البحر كتعجبني بزاف، كتعجبنا حنا بزاف، لقيتها في البروموسيون. خديت هنايا واحد جوج أكياس، صراحة كانت جي زوينة والثمن ديالها كان مناسب جدا. طبعا هنا تقضيت داكشي كله اللي خاصني، كان باقي خاصني الورد، وطبعا باش ما يقولوا ليش لا احنا ما... بعض الناس هكذا يقولوا لي لا احنا غالي علينا الورد او لا، لان اقل حاجة عادي تلقاوها ما بين 50 درهم. عادي نوريكم كيفاش تصرفت. هنا عندي قطع الفواكه ديال البحر ديالي، راه كتكون فيها قطع ديال السوريمي، قطع الكالامار، كروفيت، كتكون منوعة بحال هكذا. كذلك عندي هنايا قطع ديال الفلفل الاخضر اللي قطعتهم مكعبات بحال هكذا، الا عندكم حتى فلفل اصفر واحمر راه من الاحسن. عندي هنايا كذلك البصله اللي مقطعه بنفس الطريقه، حتى هي مكعبات صغيره. عندي الذره، علبه ذره واحده. وعندي هنايا واحد الجزره اللي بشرتها. عندي الخل ابيض، وكذلك صلصه الصويا السميكه، ماشي ضروري تكون سميكة، مهم صلصة الصويا ضروري في الأكلات الصينية. عندي كذلك نشاء الذرة. هنايا كنستنى حتى كتديكونجول هاد قطعة فواكه البحر، وكنصفيها من داك الماء، وكنزيد عليها هنايا 3 ديال المعالق كبار ديال صلصة الصويا، كذلك 2 معالق كبار ديال الخل. عادي نزيد عليها 2 معالق كبار ديال نشاء الذرة. عادي نخلط هاد المكونات اللي عندي، وعادي نزيد عليها سكنجبير، من الافضل الا كان طري كنبشروا عليه واحد شويه، وكذلك الفلفل الاسود. ما كنزيدش هنايا الملحه انا، لان الصويا اصلا الملحه، اللي كيبغي الملحه راه يزيدها، كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هفي مقلات هنايا، راه حطيت شويه ديال الزيت اللي عادي ندير فيه هاد القطع ديال فواكه البحر، كنحركها طبعا لان فيها المايزينا باش ما تلصق ليناش المقلات. هنايا صافي راه هي وجدات، كنحيدها من هاد المقله، كنرفعها وكنخلي المقله ما كنغسلهاش. عادي نحيد فقط هاد القطعه ديال فواكه البحر. هاد الاكله الصينيه ماشي ضروري تصايبوها بهاد القطعه ديال فواكه البحر، يمكن لكم تصايبوها بالدجاج ولا باللحم اللي متوفر. هنايا عادي في نفس المقلاه بلا ما نغسلها، حطيت واحد شويه ديال الزيت. عادي نضيف البصل وكذلك الملح، نقلب طبعا هذا البصل هذا نخليه يدبل حتى كيهبط واحد شويه. وفي نفس المقلاة في هاد الأثناء هادي راه كنضيف الجزر المحكوك وكذلك الفلفل مكعبات لي معايا، كنقلب هاد الخليط هذا كذلك، وكنتسنى حتى كيهبط كذلك حتى كيطيب. مجرد ما يطيب نزيد عليه داك القطع ديال الفواكه البحر اللي جاهزة عندي. عادي نحرك الكل، عادي نزيد الذرة اللي صفيت وغسلت مزيان وخليتها استقطرات. عادي نزيد هنايا واحد شويه ديال الماء اللي زدت فيه واحد المعلقه ديال نشاء الذره، باش كيجي تعطيني داك المرقه اللي كتكون شويه خطره. طبعا هنايا كتذوقوا الملح والفلفل باش تشوفوا الا كنتوا باغيين تزيدوا، بحال اللي قلت راه كتبقى على حسب الذوق ديال كل واحد. هنا كتسنى كنعلي عليه العافيه واحد شويه، غير طلع فيه الغليه صافي كنطفي عليه. راه كتوجد دغيا، احسن حاجه في هذه الاكله الصينيه انها كتوجد دغيا دغيا، وما فيهاش البوعل بزاف، كتجي لذيذه، بالاضافه لها كتجي لذيذه. طبعا اللي كيحبوا المذاق ديال الصويا، اللي ما كيعجبوش الصويا راه ما يفكرش في الاكله هذه.
صافي هنايا طلعت فيها الغليه، كنطفي عليها ونخليها الوقت. هنايا بالنسبه لي انا طبعا درت واحد الماسك، درت غوماج الاول من سكين فود ديال الشوكولا، ودرت كذلك من بعد منه ماسك كذلك من سكين فود ديال الشوكولا. الصراحه غزال غزال غزال، كيخلي لابو ديالك رطبه و كيعجبني انا حتى داك الرائحه ديال الشوكولا اللي كيعطيني. والصراحه احسن حاجه في سكين فود هو والبوغ دو شيا. طبعا كناخذ واحد الدوش مغربي على حقه وطريقه، هذا واحد البخاخ ديال فيشي اللي كيعطي واحد لا فريشور لابو ديالي. هذا فون دو تان ديال مايبيلين فيت الدرجه الثانيه، مناسب للبشره ديالي. كذلك كريم فاراجو ديال صوفي، كذلك من مايبيلين كنستعمل هاد لونتي سيرن والروج ا ليفغ والعكار، كذلك الكحول ديالي من بيبيلي. الصراحه انا مخلصه بزاف لهاد لاماركاتي لان ما كتسبب ليش حتى شي حساسيه، والصراحه كنلقى هذاك الشيء اللي كتوعدني به التغطيه وواحد لاكوفرونس اللي ما كتبانش. هذا الطقم اللي اختاريت نلبس شوميز في الابيض والاسود، كذلك السروال درته في الاسود بحال هذه الطريقه. هذه هاد السروال كنت خديته من مروه. هنايا درت دي بيجو قلالين، الصراحه ما كيعجبنيش لي زاكسيسوار ديال بزاف ديال لي زاكسيسوار. درت يلا هاد المكانه هادي دوغي، وداك الخاتم اللي فيه فص اسود وهبط منه واحد الخمسه دوغي كذلك. علاش درتو بحال هكداك دوغي؟ لان هنايا عندي هاد لي صوندال هادو فيهم داك لي بايات الورده اللي فيهم، فيهم لي بايات دوغي. هاد لي صوندال هادو كنت خديتهم بصراحه شحال هادي، ولكن كنحافظ عليهم باقي في لابواط ديالهم، كنستعملهم غير في المناسبات الخاصه. خديتهم من بوبا. بالنسبه للطابل هنايا كتحذف ليا المقطع اللي كنت كنصايب فيه لا طابل، الوغ عاودت لكم هاد المقطع. هاد لاناب هادي كنت خيطتها بالغرزه ديال السموك، عباره عن قطعتين. الثوب الاول فيه دي بايت ارجونتي بحال هكذايا، والثوب الثاني كان لو لا غري. هنايا اون سامبل كاغاف هي اللي درت فيها الورد، ما عنديش الفاز. ما كنشريش هذا الشيء بزاف لان في الاخر كيكون ما كنبغيش نعمر الدار بهذا الشيء اللي عايش به الغبره. الوغ هنايا غير اون كاغاف قضيت بها، درت فيها الماء وحمرتها بالورد. علاش؟ باش تحت ايضا ما يقول لي راه لا راه حنا ما عندناش الفاز ولا ما عندناش الورد. هاد الورد راه جبته غير من جاردان بوبولار، راه كاين بزاف هاد البوغافيلي راه عطا الله. هادو دي بوجوار كنت خديتهم من ايكايا، دونك ثلاثة ديال لي بوجوار هنايا عمرتهم بالورد، هما اللي غيغطيو لي هاديك لاكاغاف، ما تبقاش باينه لان درت لي ديمونسيون في الورد. اهم حاجه انه الديمونسيون الكبيره الاعلى حاجه ما تكونش كتغطي على الشخصين اللي جالسين مقابل بعضياتهم. هنايا دورتها بحال اللي كتشوفوا، راه ما بانش اصلا، ما بانش لا كغاف، بان المنظر زوين بحال هكذايا. هنايا عندي هاد جوج اطباق ولا صواني اللي كنت جبت من ايكيا، ماشي ضروري الا ما عندكمش حطوا غير الطباسل، حطيتهم هكذا في مقابل بعضياتهم. كنحط ست دو طابل اللي عندي، كذلك حطيت الطبسيل في الوسط ديالهم. هنا ما درتش ان شومان دو طابل ولا شي حاجه باش ما كنتش محتاجه، لان انا عارفه واحد المنظر زوين. هنايا حطيت كذلك الاطباق، كتبقى على حسب نتوما شنو غادي تحطوا، واش غتحطوا لي سالاد ولا السوب ولا على حسب شنو غادي تحطوا. كذلك الشوك والسكاكين كنحطهم مقابلين بحال هكذا، كنحترموا طبعا القواعد ديال الاتيكيت ديال الطابله. الشوكه دائما في اليسار والسكين في اليمين. هنايا اول حاجه كنبداو بها هي اللي كنحطوها قريبه من التبصيل، طبعا كنتاكدوا بلي كل حاجه واخده البلاصه ديالها. بالنسبه للمعالق ديال الدسر حطيتهم، كنحطوهم الفوق بحال هكذايا،
هل قلت المعلقه ديال الديسر كنحطوها هي الاولى، والمعلقه واش لا فورشيت ولا الشوكه اللي كنديروا بها الكاطو اللي كناكلوا بها الكاطو كتحط في لو سونس انفيرس في الفوق كذلك. هنا كنتاكد بلي راه كل حاجه في بلاصتها واخده البلاصه ديالها. الكيسان اللي عاد نحط فيهم المنضه، اولا نتوما تحطوا عصير ولا شي حاجه، كذلك الكيسان الماء اللي كنحطوهم بهذه الطريقه هذه على اليمين، كذلك الجهه الاخرى. لك غرفة غادي نحطها في اليمين كذلك. هنايا يعني لي بيتال دو روز اللي كيكونوا ناشفين تبارك الله راه رخاصين وفي متناول الجميع، راه كلشي تقريبا راه عندهم، كيعطيو واحد المنظر زوين للطابلة. كذلك هادو ثلاثة ديال لي بوجوار اللي كنت خديت من ايكيا، عندي غير ثلاثة. الوغ هنايا راه عادي نزيد وحدين غير عاد نحطهم هكداك. بالنسبة لي سيرفيات حطيت هاد الورق هذا لي سيرفيت ديال الورق، اجي نحطهم بحال هكذا لانهم رقاقين، الوغ دوبلتهم بحال هكذا، يعني نحطهم بطريقة بسيطة بسيطة بسيطة، اي عادي نشدهم بحال هكذا نجمعهم ونحطهم في وسط الكاس، عاد يعطيو واحد المنظر لي زوين بحال هكذايا. هنايا زدت شميعات. وبالنسبه لي فيغين او الاطباق ديال الديسير ديالنا كنحطوهم بهذه الطريقه هذه في الشمال، كذلك بالنسبه للجهه الاخرى. بالنسبه للطاقه الصغيره اللي صايبت انا حطيتها في طبسيل عادي بحال هكذا، ولكن باش تعطيني لا اوتور اللي انا باغاها وتعطيني واحد الشكل زوين في الطابله، درتها قلبت واحد الزلافه بحال هكذا، الزليفات هذو اللي كيكونوا عندنا كلنا راه موجودين في الكوزينه، عادي نقلبها وعادي نحط عليها الطبسيل اللي عادي يكون فيه لا طاقه. هي زوجتي، كانت هذه هي الطابله اللي صايبت، كنتمنى تكون على الذوق ديالكم، وكنستغل هذه الفرصه هذه البنات باش ندعي مع كل وحده الله يعطيها اللي يستاهلها ويرزقها ان شاء الله الزوج الصالح، ويصلح كمان ما بين الازواج كلهم يا ربي، ويهدي لهم الازواج ديالهم ويصلح لهم الازواج ديالهم الابناء ديالهم كذلك. هنا بالنسبه الى عقلتو النافوره اللي كنت قدمت لكم الطريقه دي كيفاش نصايبوها، عادي نخلي لكم الرابط ديالها في صندوق الوصف. كتجي زوينه 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 بزاف، الصوت ديال الماء كتعطي واحد الشلال هكذايا، بالصوت عذب ديال الماء اللي هابط، وكذلك كتشوفوا الضوء اللي خارج منها كيبان بحال هكذايا راه في الشريجمات، كيكون الضوء كيبان كثر 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 في الليل، ما نقولكمش لاسبي اللي كتعطي. ها انتما كتشوفوا الضويوات اللي خارجين من الشرجم، كيمكن لكم تخليوها بحال هكذايا، بحال يمكن لكم تصبغوها على الذوق ديالكم ولا على حسب الديكور اللي انتما حاطين. انا فضلت نخليها بحال هكذا لان كيعجبني اللون الطين بحال هكذايا. هذه كانت هي الطابله ديالي، كنتمنى بصح تكون على الذوق ديالكم، وكنتمنى تعطيكم واحد الفكره بحال هكذايا. حاولت قدر المستطاع اننا نخليها متناول الجميع، وعاد شوفوا حتى الاطباق بالنسبه لي رفقتها معاها راه ماشي شي حاجه غاليه، عطيتكم فكره بحال هكذايا. وقبل هاد الطابله هذه ما تصايبوها، دعوه ان شاء الله باش نصفيو النفوس ديالنا، واخا هكايا تكون شي مشاحنات ولا شي حاجه، اجي نساوها كلنا في هاد النهار هذا. كان هذا هو الشكل ديال الطابله ديالي في الليل بعد ما شعلت الشمع، ومن بعد ما حطيت الاطباق ديالي. بحال اللي كنشوفوا راه هنا حطيت دي ترونش ديال الحامض، شرائح ديال الحامض مع المنضة، كذلك شعلت الشميعات ديالي، هذا هو الورد، حطيت هنايا ديسير ديال الفلون والكراميل، ورافقته كذلك بقطع ديال البنان اللي كانوا من التحت. بالنسبه لطاط راه سجلتها، ولكن ملي حطيتها مع الفيديو رجاني الفيديو طويل بزاف، الوغ ان شاء الله راح نحطها في فيديو بوحديتو. بالنسبه للطبق الصيني هو هذا، رافقته مع رز ابيض وكذلك طوماط سوريز اللي قسمتها على جوج، وحطيت هنايا واحد العريش ديال البقدونس خضر عليها باش يعطي واحد اللون هكذايا. كانت هذه الطابله ديالي، كنتمنى تعجبكم، وكنتمنى اللي عجبته الفكره يبارطاجيها وما يبخلش عليا بواحد اللايك، واللي ما مشتركش معايا يشترك معايا، ان شاء الله كاين جديد وكاين الحصري. كنتمنى ان شاء الله كل شيء
يعيش واحد الحياة زوينة مع الزوج ديالو. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانع الألوان. وإذا اشتكيت من الصعاب وجدتها سهلا مريحا لينا الأركان. وإذا أتيت من الظهيرة متعبا كانت كأنفاس النسيم الحاني. يا رب فاملأ بالمحبة بيتنا والود والإخلاص والإيمان.